مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. مشاكل المياه بين العراق وإيران. منذ أن بلغت الإطلاقات المائية من إيران صفراً والأزمة تتفاقم في محافظة ديالى، وذلك في ظل استمرار إيران بقطع المياه عن أنهر سيروان والكارون والكرخة، ما يدعو لضرورة اللجوء إلى المجتمع الدولي. المشاكل الحدودية بين البلدين وبالأخص في منطقة شط العرب هي أحد أبرز أسباب النزاع المزمن بينهما، والذي أدى إلى حرب طويلة دامت 8 سنوات وخلفت مئات الآلاف من القتلى والأسرى والجرحى، وسببت دماراً وخسائر اقتصادية واجتماعية وعسكرية هائلة لدى الجانبين. أول معاهدة وقعها البلدان لترسيم الحدود بينهما كانت يوم 7 تموز عام 1937 و900 وألف، اعترفت إيران فيها بعراقية شط العرب مستندة إلى معاهدات قديمة بين الدولتين العثمانية والفارسية، وهذا الاتفاق هو أحد أبرز محطات تطبيع الأوضاع بين البلدين. ثم قرار عام 97 و900 وألف، والذي ينص على إمكانية لجوء العراق لمحكمة العدل الدولية إن واجهته مشاكل مع إيران في احترام الاتفاقيات، وتم الموافقة عليها آنذاك. من جهتها إيران قامت بمشاريع الري الحديثة على طول الحدود الغربية مع العراق بهدف مضاعفة حجم المنتجات الزراعية الإيرانية 4 مرات، وهذه المشاريع تنطوي على بناء عدد من السدود الصغيرة. ففي عام 2019 أعلنت إيران عن خطط لبناء 109 سدود على مدار عامين تقريبا. يوفر نهر سيروان والزاب الصغير المياه لمساحات كبيرة من العراق خلال الصيف، بينما انخفض تدفق نهر سيروان من إيران أواخر العام الماضي إلى 7 أمتار مكعبة في الثانية مقارنة مع 45 متراً مكعبا في السابق، وانخفض تدفق نهر الزاب الصغير إلى 2 متراً مكعبين في الثانية فقط، ما يعني بشكل أساس توقف تدفق المياه. ولكن من وجهة نظر طهران فإن أفعالها هذه قانونية، بالنظر إلى أن نهري الزاب الصغير وسيروان ينبعان من جبال زاغروس شمالي غرب إيران، بينما تواصل تحويل نهر الزاب الصغير لإطعام بحيرة أورميا، وتحاول كذلك تحويل نهر سيروان لمشاريع الري في منطقة ساربول زهاب. في عام 2019 دعا العراق إيران إلى تفعيل اتفاقية الجزائر الموقعة عام 75 و900 وألف، والذي يقسم شط العرب بين إيران والعراق والإدارة المشتركة لمشاريع المياه. ولكن منذ ذلك الحين عقد البلدان اجتماعات قليلة فقط لتعزيز الإدارة المشتركة للمياه، ولم يبحث أي من الجانبين بجدية عن بدائل كتغيير أنماط الري. ختاما، فالقضية في الأساس قانونية، واللجوء إلى التحكيم الدولي في باريس أو العدل الدولية سيحرج إيران، لأن عدم التزامها ببنود اتفاق ضمان التدفق الطبيعي للأنهر تجاه العراق يمنح الأخير الحق بتنفيذ البند المتعلق باتفاق شط العرب، وهو العودة إلى وضع ما قبل عام 75 و900 وألف والسيطرة الكاملة عليه. وإذا امتلك العراق إرادة سياسية كاملة فإنه يمكنه الإقدام على هذه الخطوة.